يمكن اليوم الإخوان في رجال الجمارك في ميناء الدوحة تحديدا يعني صاد لهم يسمونها هي العملية ضبطية قرقيعان، يعني حلاوهم ملغوم. طبعا هذا الحلاوة من دولة صديقة صديقة، لو أقول صديقة تتعبون، أتعب أنا لما أقول صديقة، ودائما يمتعون الدولة هذه الصديقة من عبر البحار يدزولك ما لذ وطاب. الإخوان في الجمارك اللي تضرغنا لهمومهم وقضاياهم، وبإذن الله يعني جاهز إحنا في قاعد نجهز وناخذ من أصحاب الشأن في الجمارك قضاياهم وهمومهم، راح تكون هناك حلقة خاصة لرجال الجمارك ويستحقون الثناء لأنه جهد شخصي، ما في جهاز صادة ولا في أي شيء. الإخوان مشكورين يعني قد المسؤولية وصادوا هذا القرقعان الملقوم. قرقعاننا هذا السنة خير، بالبحرين يقرنقعوه معطيناه شيء طب مو طبيعي، يعني قرنقعوه عند إخواننا في مملكة البحرين، مملكة الحب وإخواننا وهنا، بس اللي صديق 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 من خلف البحر. نشوف قرقعان إخواننا من خلف البحر اللي دازينا لنا شلون صاير قرقعانهم، والكمية اللي صادوها يعني حبوب مخدرة هذا هي. وهذه الصور حصرية لبرنامج ليمتة من الأخوان، مدير الجمارك اللي لابس لبس رياضة بلون أخضر، خالد الموسى مشكور بالإنابة طبعا، وهذه القرقعان الملغم اللي دازينة يعني الله لا يعطيكم العافية ولا يقربكم لنا. وهذه القرقعان، القرقعان اللي نعرفه يعني حبوب ومحبوب، فالإخوان قرقعانهم غير، فيشكرون الثناء. ونتمنى أن رجال الجمارك في ميناء الدوحة يستحقون الشكر والثناء، ونتمنى من مدير عام الجمارك بالإنابة خالد الموسى أن يكون هناك تكريم خاص لهم بالأول مادي ثم بالطرق اللي أنتم تشوفونها. هذه الصور حصرية لبرنامج ليمتة، هذه الصور يعني يوم متى صايدينها يا شباب؟ صححوا لي بعد إذنكم. اليوم اليوم يعني فرش، هذه هم يلقمون ليل نهار لنا، يبون جيل كويتي مصلح، مصلح طبعا يشم، مصلح يطق، مصلح يبلع، هذا اللي هم غايتهم. فلازم كما ذكرت في السابق خط الدفاع الأول لنا في دولة الكويت بعد الله سبحانه وتعالى هم رجال الجمارك، ويشكرون رجال الجمارك على هذه الصور. خلينا نشوف صور مرة ثانية بعد إذنك مخرجتنا. هذا القرقعان مالهم، يبون قرقعاننا غير. هذا الإخوان تشوفون قاعد يفتشون القرقعان حبة حبة، والإحصائية قاعد يجمعون الحبوب. الصورة الثانية مخرجتنا، هذا مدير الجمارك بالإنابة خالد الموسى والإخوان الزملاء اللي معاه، يستحقون الشكر والثناء رجال ميناء الدوحة على قرقعان خلف البحار. وهذا هو بعد فتحة، انتم شايفين الحبوب الملقمة، وهذه حبوبة الثانية مالتهم المخدرة، يعني حتى بنعام ربنا حتى بنعام رب العباد لاحقين فيها.